انعكس الاتفاق الروسي الأمريكي حول الأسلحة الكيميائية السورية ارتياحاً في شوارع دمشق التي يأمل سكانها في أن يمتد هذا التوافق ليفضي إلى اتفاق على حل للنزاع الدام في بلادهم. وهلأ صار عنا أمل أكثر من خلال هالاتفاقية هاي بأنه بقى نخلص من الإرهابيين ونخلص بقى من هالإشكالات هاي اللي صارت ببلدنا اللي نحن الشعب السوري ما له ذنب فيها ابدا. مني من الله انه تنحل هالمشكله بقى ويصير دفاع بين الرئيس بوتين واوباما، لانه هالشغله كله لمصلحه الشعب السوري. والحمد لله انه بنتمنى من الله انه هلا الرئيس بوتين فرض سيطرته على العالم كلياته، اثبت وجوده انه هلا روسيا كدوله عظمى صارت. أما سكان حلب في شمال سوريا والتي تسيطر عليها المعارضة فقد اختلطت مشاعرهم إزاء هذه الاتفاقية. نحن بصراحة مع الضربة الأمريكية التي يعني تقوم بضغط على النظام وبإسقاط النظام وبمواقع النظام المتواجدة على الأرض، ونقف إن شاء الله شعبا واحدا بصوت واحد وقوي ضد الضربة الأمريكية التي تستهدف أماكن الإسلاميين. والله رأينا أنا كان ما بريد هالشي، لأن هي من حصلوا على الكيميائي هن بعدها بده يرجعوا هن بده ياخذوا الكيميائي حماية لإسرائيل يسيطروا عليه مشان يحموا إسرائيل. وتمكنت الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة السورية وروسيا الداعمة للرئيس بشار الأسد من التوصل السبت إلى اتفاق حول الأسلحة الكيميائية السورية تمهيداً للتخلص منها بحلول منتصف العام 2014، مع احتمال استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة في حال لم تفي دمشق بتعهداتها في هذا المجال.